متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية الرئيسية بأماكن تواجد السحب كانت هذا اليوم، حيث تشكلت وتواجد تشكيلات من السحب مرة أخرى على طول الواجهة الغربية للمملكة في استمرار لتأثر هذه المناطق بالحالة الماطرة التي بدأت مبكرا خلال الأسبوع الماضي، وكانت طبعا هذه المناطق جميعها تعرضت لزخات عشوائية رعدية من الأمطار بحمد الله في أغلب هذه المناطق، في حين كانت الأجواء طبعا مستقرة على الجانب الشرقي وأجزاء واسعة من المنطقة الوسطى، حيث لم تكن هناك أي أمطار في تلك المناطق. توقعات الأمطار خلال الأيام القادمة، إذا هذا كان عليه الحال مع ساعات نهار هذا اليوم. أمطار كانت على طول الواجهة الغربية المملكة، هذه الليلة تضعف فرص الهطول، تصبح يعني في مناطق محدودة للغاية فرص الأمطار. يوم غدا السبت بمشيئة الله تعالى تضعف الحالة المطرية بشكل لافت، تبقى الفرصة مهيئة لبعض الزخات في المناطق الشمالية الغربية، ربما تبوك تشهد بعض الزخات، ولكن بوجه عام هناك ضعف متوقع في الحالة المطرية. بعض الزخات المحلية أيضا في مرتفعات الباحة وأبها، ربما تطال بعض الأجزاء من نجران، ولكن السمة الأساسية أن الحالة قد ضعفت وتصبح أقل مما كان عليه خلال الأيام الماضية بمشيئة الله تعالى. بالنسبة طبعا هذا الأمر لغدا السبت. أما يوم الأحد فمن المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتعرض الأجزاء التي هي ما بين يعني الحائل والقصيم، هذه المناطق ربما يوم الأحد تشهد بعض الزخات الرعدين أمطار. كذلك الأمر هو في أقصى مرتفعات جنوب غرب المملكة كما تلاحظون، وهناك فرصة جيدة أن تشهد هذه المناطق أمطارا رعدية. طبيعتها هذه الزخات يعني يوم الأحد ربما تكون على شكل زخات عشوائية، ولكن لا يستبعد أن تكون مرفقة ببعض الزخات الغزيرة التي من شأنها أن تمنع جريان بعض الأودية هناك وتشكل السيول، ولكن بشكل محدود، وتسبق هذه السحب بنشاط كبير في سرعة الرياح، مما يجعل هناك بعض العواصف الترابية بشكل محلي في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين تتراجع الحالة كما هو في أي حالة مطرية في فصل الربيع، تضعف فرص هطول أمطار ليلا، لأنها طبعا تتغذى أكثر شيء هذه الأحوال الجوية على الارتفاع في درجات الحرارة في ساعات النهار. ولكن الأمر الجيد بأن يوم الاثنين تقترب بعض السحب والحزم الماطرة الرعدية من العاصمة الرياض، فبالتالي هناك فرصة لأن نرى بعض الزخات الرعدية من الأمطار في العاصمة الرياض يوم الاثنين، مع نشاط واضح في سرعة الرياح بمشيئة الله تعالى. طبعا بعد إشارة بأن هناك انخفاض لافت وكبير على درجات الحرارة متوقع أن يؤثر على المناطق الشمالية للمملكة يوم الأحد، وذلك بسبب اقتراب كتلة هوائية باردة إلى منطقة بلاد الشام، وهي غير معتادة لهذا الوقت. والأمر الهام الذي يجدر الإشارة له بأن هناك موجات غبارية واسعة النطاق متوقع أن تتشكل يومي الأحد والاثنين بسبب هذا الانخفاض على درجات الحرارة. إذن هذه الليلة الأجواء ستكون بمشيئة الله تعالى غيوم متفرقة، لكنها دافئة للغاية الأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض، 29 درجة مئوية. دعونا نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق المملكة، نبدأها من الشمال في إسكاكا 40 إلى 26 مع أجواء حارة، عرعر من 40 إلى 25 مع طقس حار للغاية، في تبوك من 39 إلى 24 مع رياح نشطة، وتبقى الفرصة مهيئة لأن تشهد بعض المرتفعات الجبلية في تبوك زخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى نهار يوم غد السبت. المناطق الغربية المملكة تبقى في جدة الأجواء حارة 40 إلى 28 درجة مئوية، في المدينة المنورة من 41 إلى 28 درجة مئوية، في مكة المكرمة من 41 إلى 29، في الطائف من 31 إلى 21. يعتقد أن المناطق الوسطى يعني المرتفعات الجبلية الوسطى من المناطق الغربية يتوقع أن تكون بها فرص الهطول ضعيفة غدا السبت. أما المناطق الجنوبية الغربية يبقى هناك ظهور بعض السحب، تبقى الفرصة قائمة في هذه المناطق ولكن تحتاج إلى المتابعة أكثر، لكن بشكل عام الاتجاه يعني نحو ضعف فرص هطول الأمطار غدا السبت. أبها 29 إلى 16، 28 إلى 21 في الباحة، و 35 إلى 33 في نجران. المناطق الشرقية تشهد ارتفاعا على درجات الحرارة في الإحساء من 44 إلى 27 مع طقس حار ومرهق، كذلك الأمر في الدمام من 44 إلى 28، أما في حفر الباطن من 43 إلى 27 مع طقس مشمس بوجه عام. أما في الرياض تكون الأجواء غدا من 40 إلى 29 طقس حار أيضا بالعاصمة الرياض، القصيم من 40 إلى 23
مع أجواء حارة أيضا. أما في حال هناك فرصة غدا لبعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار مع عظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية. الأجواء المتوقعة خلال الأيام القادمة بشهد الله تعالى. إذن يوم السبت غدا 40 إلى 25 في العاصمة، 41 إلى 26 يوم الأحد مع أجواء تبقى حارة لكنها ربما تصبح مغبرة مع ساعات الليل المتأخرة، ولذلك يوم الاثنين الطقس غير مستقر، هناك فرصة لأمطار رعدية، وفي ذات الوقت هناك أجواء مغبرة قد تكون مغبرة بشكل كثيف وبالتالي يجدر المتابعة، وحتى في ساعات الليل الطقس مغبر، درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية نهارا والصغرى 25 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. دائما تابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عبر تحميلكم تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني. إذا كل عام وأنتم بألف خير، نلتقيكم إن شاء الله مجددا في أوقات لاحقة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.